وهروها يفهمون ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بعد هذه الآية. شن خوش ضل خوش ببم آيات أبو خوي أي فرمو همو دنيا لا يمن هجناه يعني برامبر أم آيات بهم دابزي وبو أمتكم سيو آيات يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من ثر من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا خواف المي عبدانا كزيادة رويت عن كذول جناه تاوانا بأمية مبن لرحم إخوة خدا لهم وجناها كان خوش زعد الخوش بهم آيات كما مجديك زوج قولت يا أبو أمت لئن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من بعد صلاة العصر هذا لقلك ومالك دانيش زكتي خوابك لدوين ينجع ستاروش أوا أبي أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل هو مزور زور لا خوش يستر لوي شوار عبد بكرم لنوي إسماعيل وآزاد ينكم لبناء إخوة وأجل داني شمد دواني يجيب يعني شتا روج هل دي ديكتي خواب كام بهمان شيوا لام خوش يسترو بيد الخوش ترم لو يتشوار عبد بكرم لكران ونوي إسماعيل بيان بشم لكنا إخوايا